بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. المنجمون يزعمون أن النجوم لها تأثير، وهذا شرك وضلال. فالنجوم خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، أي يهتدي بها المسافرون. فمن زعم أن النجوم لها تأثير فقد كفر وضل. وقال الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. يدعون أن لها تأثيراً في السفليات، يعني في الأرض، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سواه. فقول هؤلاء المنجمين باطل، فالنجوم لا تأثير لها في شيء من الأمور. النجوم خلقها الله زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، أي المسافرون في أسفارهم. فلا يحل لنا أن نصدق المنجمين، فهم دجالون كذابون. قوله: قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، يعني في الأسفار، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فلا يجوز تصديق المنجمين. هذا الأثر حلقه البخاري رحمه الله في صحيحه، يعني لم يذكر الشيخ الذي روى عنه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر رحمهم الله وغيرهم، وأخرجه الخطيب رحمه الله في كتاب النجوم عن قتادة رحمه الله، ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، أي المسافرون، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا
في هذه النجوم كهانة، يعني يدعون الغيب، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، يقولون من تزوج في نجم كذا وكذا يحصل كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، هذا كله كذب ودجل، لا يعلم ما في غد إلا الله. ولعمري، والحلف بالعمر فيه نظر، ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم؟ فكلام المنجمين باطل، وهذه الدابة وهذا الطائر الذي يتشاءمون به بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته عليهم السلام وعلمه أسماء كل شيء، فلا يعلم الغيب إلا الله. قال المعلق في قرة العيون، وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره، فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به، وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا خالق غيره، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالخالق هو الله، وعالم الغيب هو الله، فالمنجمون دجالون كذابون. فتأمل ما أنكره هذا الإمام رحمه الله مما حدث من المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز أي قل في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة به في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا يجوز للمسلم أن يصدق المنجمين أو يأتيهم. قوله: خلق الله النجوم لثلاث، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني في أسفارهم، وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مردويا رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا، وزينها بمصابيح، وجعلها رجومًا للشياطين، وحفظًا من كل شيطان رجيم. قوله: وعلامات، أي دلالات على الجهات، يهتدي بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي لتعرفوا بها جهة قصدكم، وليس المراد أنه يهتدي بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، إنما يعرفون الجهات التي يريدونها، هذا نجم جهة المشرق، وهذا نجم جهة المغرب، علامة. وقد تقدم وجه بطلانه، أي بطلان قول المنجمين، وأنه لا حقيقة له، كما قال قتادة رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث، فقد أخطأ، حيث زعم شيئًا
ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كل خير لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، ويصدق في كلمة ويكذب في مئة، فلا يعتمد على قول المنجمين والدجالين والكهن. وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرًا فيكون فتنة في حق من صدقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات. فقوله علامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال: وبالنجم هم يهتدون. ذكره ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فعلم التنجيم من السحر، وهو من عمل الشيطان. قال المعلق: رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: صحيح، حديث صحيح. فالمنجم دجال كذاب لا يجوز تصديقه. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، أي ظلم الأئمة. رواه عبد بن حميد رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من المنجمين ومن المكذبين بالقدر. وعن أبي محجن رضي الله عنه مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثة: حيف الأئمة، أي ظلم الولاة، وإيمانًا بالنجوم، وتكذيبًا للقدر، نعوذ بالله. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي رحمهم الله. قال المعلق: إسناده حسن لغيره، يعني نظرًا لكثرة المتابعات. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبًا بالقدر وإيمانًا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطاب في كتاب النجوم، وحسنه السيوطي أيضًا رحمهم الله. فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، والإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء في الأزل. المرتبة الثانية أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل شيء مكتوب عند الله. المرتبة الثالثة أن كل شيء بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة أن الله تعالى خالق كل شيء لا خالق غيره، الله خالق كل شيء جل جلاله. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. وكره قتادة رحمه الله تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة رحمه الله فيه، ذكره حرب رحمه الله عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق رحمهم الله. قال الخطابي رحمه الله: أما علم النجوم التي يدرك
من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال أي زوال الشمس، وتعلم وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه. فهذا علامة تعرف زوال الشمس من نظر إلى السماء، وتعرف وقت الزوال كذلك، وتعرف جهة القبلة من نظر إلى جهات الأرض، فالقبلة جهة كذا ونحو ذلك. هذا ليس من علم النجوم، بل هذا شيء مشاهد. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً أكثر من أن الظل ما دام متناقصاً فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كوكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة، يعني يشاهد النجم إذا كان في مكة، ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذا كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. فمعرفة جهة القبلة ومعرفة أوقات الصلاة هذا ليس من التنجيم المحرم، لأن هذا شيء مشاهد. قال المعلق: وحقيقة علم الفلك معرفة حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومنازلها، وقد اخترع لمعرفة ذلك آلات حاسبة ومنظارات مقربة ومراصد كاملة الأسباب والآلات، عرفوا بها شيئاً كثيراً جداً من العوالم العلوية حتى أصبحت كأنها على هذه الأرض، وكل ذلك لا يصح أن يختلف فيه مطلقاً، لأنه كعلم الحساب، يعني شيء مشاهد. أما أن ينسب إلى هذه النجوم والكواكب شيء من الحوادث على الأرض من موت أو حياة أو حرب أو سلم يكون في المستقبل، فهذا هو الذي لا شك في كذبه وأنه ضلال. لا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. قوله ذكره حرب عنهما رحمه الله هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة، أي من أفاضل أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وروي عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم رحمهم الله، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله وغيره. مات سنة 80 و200 من الهجرة رحمه الله. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهوية رحمه الله، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد رحمه الله: إسحاق رحمه الله عندنا إمام من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم رحمهم الله. ورواه أيضاً عن أحمد رحمه الله، مات سنة 39 و200 من الهجرة رحمهم الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر أي المداوم على شرب الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. نسأل الله السلامة والعافية. الخمر أم الخبائث، فالذي يداوم على شرب الخمر على خطر، فعلينا أن نتقي الله، والمخدرات أشد وأشد جرما والعياذ بالله. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه رحمهم الله. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم رحمهم الله، وقال صحيح، وأقره الذهبي رحمه الله. وتمامه: ومن مات وهو يدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوط، نهر يجري من فروج المومسات أي من فروج الزانيات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن، نعوذ بالله. قال المعلق: إسناده ضعيف. قوله عن أبي موسى رضي الله عنه: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة والتشديد الضاد، أبي موسى الأشعري، صحابي جليل رضي الله عنه، مات سنة 50 من الهجرة رضي الله عنه. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف رحمهم الله تأويلها، وقالوا: أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر، كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام، فإنه يرجع إلى مشيئة الله. الذنوب التي دون الشرك والكفر ترجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. قوله: مدمن خمر أي المداوم على شربها والعياذ بالله. قوله: وقاطع الرحم يعني القرابة، القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، فيجب صلة الأرحام بقدر الإمكان، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قوله: ومصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم، فالسحر كفر ولا يجوز التصديق الكفر لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي رحمه الله في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها، وهو دجل يدجل بعض الدجالين أنه يقلب النحاس ذهبا وهو دجال كذاب، وعقد المرأة من زوجته أي لا يستطيع جماعها، هذا نوع من السحر، ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة، هذا من أنواع السحر. قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا قليل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه، فعلينا أن نحذر جميع المعاصي ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام.